أهلا بكم أصدقائي في فيديو في هذا الفيديو الثاني من سلسلة دروس مراجعة شاملة لدروس الامتحان الجهوي. يعني بعد ما شفنا في الفيديو السابق مراجعة ديال الدروس لي زيكسبريسيون دو كوز و لي زيكسبريسيون دو بوت، في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي زيكسبريسيون دو كومباريزون و لي زيكسبريسيون دو كونسيسيون. بالنسبة للي زيكسبريسيون دو كومباريزون، ما الأدوات ديال المقارنة، الكلمات اللي تنديروا بهم المقارنة. و فوالا، بالنسبه لي زيكسبريسيون دو كونسيسيون اللي سي بروبليم على التضاد تقريبا، لوبوزيسيون. نبداو بلي زيكسبريسيون دو كومباريزون. بالنسبه لا كومباريزون، اول حاجه تنشوفوا قبل ما نقارنوا بين جوج ديال الاشياء، يعني فوالا دو شوز، اول حاجه تنشوفوا يعني واش هذوك لي دو شوز واش لو ميم نيفو، ولا واحد فايت الاخر، ولا واحد اقل من الاخر. اذا كان مثلا واحد فيهم فايت الاخر في شي حاجه، مثلا في السرعه، مثلا ولا في السرعه مثلا، ولا في الذكاء، ولا في شي حاجه، مثلا تنهضروا على لا سوبيريوريتي. اذا كانوا بحال مثلا في نفس الحاجه، بحال في الذكاء، بحال في السرعه مثلا، بحال في العمر مثلا، ولا في بزاف ديال الحوايج، تنهضروا على ليغاليتي. وفوالا، والمستوى التالت ديال المقارنه هو لانفيريوريتي. لانفيريوريتي اذا كان شي واحد اقل من الاخر في شي حاجه، بحال كما عطيتكم الامثله قبل قليل ديال الذكاء مثلا، ولا السرعه، ولا العمر، ولا شي حاجه بحال هكا، ولا الحجم مثلا، ولا فوالا. يعني هادو هما ثلاثه الحوايج اللي تردوني من بال في الكومباريزون. بالنسبه لكيفاش نديروا اون كومباريزون، فوالا عندنا دي ستركتور، يعني هذاك القالب ديال لا فراز، يعني الشكل ديال لا فراز، حتى تحترم واحد الترتيب. الترتيب هو اللي تنسميه لا ستركتور، يعني البنيه ديال الجمله. بالنسبه لا سوبيريوريتي، تنلقاو بعدا هذوك لي بارتيكول ديال لا كومباريزون، يعني عندنا بلوس و بلوس كو، وتيكون بيناتهم لادجيكتيف، هي بلوس بلوس ادجيكتيف بلوس كو، يعني تنديرو بحال هكا. بالنسبه لليغاليتي تيكون عندنا اوسي و بلوس ادجيكتيف و بلوس كو، وبالنسبه لانفيريوريتي تيكون عندنا موان و بلو و عاوتاني لادجيكتيف و عاد كو. فوالا، هادي يعني الا لاحظتو هنايا راه ديما تكون عندنا بلوس كو ولا اوسي كو ولا موان كو، ولا لادجيكتيف بيناتهم بثلاثه. فوالا، هادي هي لا ستركتور، هادي الطريقه باش نديرو اون كومباريزون. نمشيو مثلا لو بروميي كا ديال لا سوبيريوريتي. قلنا لا سوبيريوريتي لا واحد العنصر فايت العنصر الاخر اللي تنقارنو معاه فايتو في شي حاجه. نمشيو لو بروميي اكزومبل ديال لا سوبيريوريتي. عندنا مثلا احمد اي بلو جونتي كو لاتيفا، يعني هنايا احمد اي بلو جونتي، يعني اكثر من لاتيفا في لاتافا، لا جونتيس، يعني احمد اي بلو جونتي كو لاتيفا، احمد اكثر لطفا من لاتيفا. فوالا سي تري بيان. دونك الى لاحظتوا هنا راه حافظنا على لا ستركتور، لاتيكسيف عندنا هو جونتي، هو نديرو لكم هنا اون بلو، وهذوك لي بارتيكول ديال لا كومباريزون هما بلوس و كو، وصافي تنحطو هذوك لي زيليمون كومباري فوالا بشكل كيما شفتو هنا احمد ولطيف. نمشيو لدوزيام كا، هو ليغاليتي. ليغاليتي قلنا هي التساوي، ملي تيكون هذوك جوج العناصر اللي تنقارن بحال في نفس الشيء، داكوغ، بحال مثلا جوج اشخاص عندهم نفس الاعمار، ولا جوج مثلا سيارات مثلا عندهم نفس السرعه، ولا فوالا يعني عندهم نفس القيمه ديال الحاجه اللي تنقارنوا فيها. عندنا مثلا هنا ان اكزومبل، لاميا اي اوسي انتيليجونت كو حنان، يعني لاميا اي انتيليجونت، حنان اي انتيليجونت، يعني باش ما نعاودوهمش بهذيك اون دو فراز سامبل، تنجمو تنقولوا لاميا اي اوسي انتيليجونت كو حنان، يعني لادجيكتيف هنا هو الانتيليجون، هو انتيليجونت، لا كاليتي هي الانتيليجونس، يعني الذكاء. وفوالا تعطينا لا فراز بحال هكا، وتنديرو بين اوسي وكو كما تشوفوا هنايا، لاميا اي اوسي انتيليجونت كو حنان. فوالا، نمشيو لو ديرني كا، لانفيريوريتي. لانفيريوريتي قلنا الا كان واحد قل من الاخر في شي حاجه. بالنسبه لا ستركتور هي راه تشوفوا فيها موان بلوس لادجيكتيف بلوس كو، بحال مثلا صراح اي موان ستوديوز كو الياس، ستوديوز يعني مجتهده. مي تنقولوا صراح اي موان ستوديوز، يعني اقل اجتهادا من الياس، داكوغ. فوالا، دونك صراحة هي موان ستوديوز كو الياس. فوالا، دونك هادشي اللي كاين بوغ لا كومباريزون، يعني غادي تحضروا هاد لي ستركتور ديال بلوس كو إذا كانت لا سوبيريوريتي، أوسي كو إذا كانت ليغاليتي، وموان كو إذا كانت لانفيريوريتي، إذا شي واحد قال ماشي حاجة. فوالا، وبالنسبة لادجيكتيف دائما هذاك لادجيكتيف اللي غادي تدور لا كومباريزون راه تيكون في وسط من هذيك بلوس كو وموان كو أوسي كو. فوالا، يعني هاد الجدول تقدروا توقفوا الفيديو وتكتبوا وتحفظوا بحال هكا. نمشيو دابا لواحد ليكزيرسيس، فوالا، فهاد لي كومباريزون. بحال مثلا عندنا هنايا مكناس اي غروند، كازا بلانكا اي تري غروند، يعني تكون كبير، يعني باينه ان كازا بلانكا كبيره، اي شنو دايرين هنايا تري غروند، ومكناس اي غروند، يعني مكناس كبيره، ولكن كازا بلانكا اي تري غروند، يعني كبيره جدا. فوالا، يعني هنا كاينه لا سوبيريوريتي لصالح كازا بلانكا، يعني هي اللي بينا نديرو في لا سوبيريوريتي. فوالا، غادي نقولو دونك كازا بلانكا بحال هكا، انا نكتبها كازا بلانكا اي، شنو واحد غادي نستعملو بيان سور، هي بلوس كو، دونك كازا بلانكا اي فوالا ما خاصهاش شي حاجه، فوالا دونك كازابلانكا اي بلو
وتنديروا لاديكتيف هو غروند هيا اي بلي غروند كو مكناس فوالا تعطينا لا فراز بحال هكا كازابلانكا اي بلي غروند كو مكناس نمشيو لو دوزيام اكزومبل مثلا فيراري اي رابيد بوغاتي اي رابيد يعني هنا عندنا جوج سيارات عندهم نفس السرعه فيراري وبوغاتي دونك يعني هنا ملي تيكونوا قلنا ملي تيكون عندنا نفس الشيء تنديروا اوسي كو يعني غادي نديروا فيراري هيا فيراري اي وديما ما تنساوش لو فيرب ديال لا فراس اي اوسي رابيد تندير لادجيكتيف ديما قلنا في الوسط ديالهم هيا اوسي كو تندير لادجيكتيف في الوسط من هذه هو رابيد كو بوغاتي فوالا عطاتنا لا فراس بحال هكا فيراري اي اوسي رابيد كو بوغاتي يعني مش تلقى اوسي كو تنعبي لا تكون لي دوز اليمون كومباري راه زعما عندهم لا ميم فالور و اي سون ايكو في لا شوز اللي تنديرو فيها لا كومباريزون نمشيو لو تخوازيام اكزومبل L'autobus est confortable, le train est très confortable. يعني انا لاحظتو عندنا مثلا هذاك عندنا لو تران تري كونفورتابل يعني مريح جدا والاوتوبيس كونفورتابل يعني الا بغينا نقارنو الاريحيه ديال القطار مع ديال التران يعني بيان سور التران اكثر اريحيه من الاوتوبيس مثلا من الاوتوبيس يعني الا بغينا نديرو هنايا غادي نديرو يعني باش تكون عندنا اقل بالنسبه يعني الاريحيه اقل بالنسبه للاوتوبيس يعني غادي نقولو الاوتوبيس هيا اي موان كونفورتابل ادجيكتيف هيا كونفورتابل كو لو تران فوالا تعطيني لا فراز بحال هكا لوطوبيس اي موان كونفورتابل كو لو تران فوالا كيما لاحظتوا هذيك موان كو بيناتهم لاديكتيف اللي هو كونفورتابل فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لي زيكسبرسيون دو كومباريزون راه بسيطين نمشيو لو دوزيام كور هو لو تروزيام كور باردون هو لي زيكسبرسيون دو كونسيسيون بالنسبه لي زيكسبرسيون دو كونسيسيون يعني اللي تيعبرونا على لوبوزيسيون وكما شفتوا في الاكتيفيتي راه كاين عندنا بزاف ديال لي زيكسبرسيون دو كونسيسيون لي بلو زيتيليزي مثلا عندنا مالغري تنزيدو لا نون هادي كيفاش نكتبوها يعني عندنا مالغري بلس نون ولا بيان كو تتبع ديما سوبجونكتيف ولا ميم سي ديما تتبع انديكاتيف ولا مي ما تتبع يعني ماشي ضروري داكشي تتبع وقلنا مالغري دائما تتبع ان يعني هادو ديما يعني لا فراز الا قال لكم مثلا جبت لهم النص شي فراز اللي فيها لا كونسيسيون انا غادي تقلب على لا فراز اللي فيها هاد لي زيمون مالغري ولا بيان كو ولا ميم سي ولا مي من تلقى شي وحده فهادو يعني راه لا فراز فيها لا كونسيسيون وهاد راه السؤال تي فوالا بالنسبه للدرس ديال لا كونسيسيون راه غالبا دائما تيكون بحال بحال هاد الدروس الاخرين تيكونوا دائما في الامتحان نعطيكم هنا دي زيكزومبل بحال مثلا تنقولوا مالغري بليس نو قلنا راه مالغري دائما تيتبع ام بحال مثلا هنايا مالغري لا شالور انسوبورتابل جو ترافاي يعني بالرغم من الحراره يعني التي لا تطاق جو ترافاي يعني اعمل بالنسبه للثانيه بيان كو قلنا دائما تيتبع سوبجونكتيف انا نعطيكم هنا ان اكزومبل بحال مثلا بيان كو جو سوا فاتيغي انا هذا سوا لو فيرب اتر او بريزون دو سوبجونكتيف دائما بيان كو لو فيرب اللي تبع ما يكونش في شي طون اخر من غير لو بريزون دو سوبجونكتيف يعني لو سوبجونكتيف اون جينيرال دونك بيان كو جو سوا فاتيغي بالرغم من انني مثلا متعب جو سوي فونيو ا ليكول بور ايتودي يعني جيت للمدرسه باش نقرا لكي ادرس نمشيو لا تروازيام اكسبرسيون هي ميم سي كما تشوفوا معايا هنا دائما تتبع ان انديكاتيف يعني خص لو فيرب اللي بيتبع يكون كونجوغي فشي طون ديال انديكاتيف بحال مثلا هنايا ميم سي لي اوكوبي يعني الا لاحظتوا هنايا لو فيرب هو اي لو فيرب اتر بريزون دو لانديكاتيف انتما هنايا اي اتر في لو بريزون دو لانديكاتيف وسوا اتر هو فوالا سوا هي لو فيرب اتر في لو بريزون دو سوبجونكتيف فوالا هذا هو الفرق بين اتر في لانديكاتيف والسوبجونكتيف فوالا تاخذوها معلومه بين قوسين دونك هنايا ميم سي لي اوكوبي اي لي فونو نو روندر فيزيت يعني واخا بالرغم من انه مشغول يعني جا انه جاي يزورنا فوالا لا ديرنيير هي مي بالنسبه لميرا لا بلو فاسيل سهله ما كاينش دي كونتران زعما في الاستعمال ديالها تنحطو نيشان و فوالا حيت هي سيتون كونجونكسيون دو كورديناسيون يعني تتحط حدا لا فراز اللي فيها لا كونسيسيون فوالا مثلا هنايا اي نو كومبرون ريان او ماتيماتيك يعني لا يفهم شيء الفرق ديال مي il fait des efforts ولكن تيدير مجهودات يقوم بمجهودات فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي زيكسبرسيون دو كونسيسيون كيما قلت لكم راه تقدروا توقفوا الفيديو وتنقلوا هاد الجول وتحاولوا تحفظوا بحال هكا ندير واحد لو بوتي اكزيرسيس قبل ما نساليو لا فيديو باش فوالا تاكدوا من فوالا نديروا التطبيق ديال هادشي تري بيان دونك عندنا باغ اكزومبل هنايا il n'a pas réussi il est heureux يعني ما نجحش وفرحان يعني هنا غادي نقولوا مثلا بالدارجه واخا ما نجحش مثلا فرحان يعني دونك غادي نقولوا نديروا مثلا ميم سي ها هي ميم سي لا عقلتو نبدا في الجول تتبع انديكاتيف يعني غادي نديروا بحال هكا ميم سي نابا ها هي نابا ريوسي
بس نزيد نقرب لكم الصورة شوية باش يبان لكم مزيان مع الفيديو. فوالا أيا ميم سي نا با ريوسي، رجعني فوالا ميم سي نا با ريوسي إلي، ندير واحد الفاصلة هنايا إلي أوغو. فوالا هي لفاظ بحال هكا، ميم سي نا با ريوسي إلي أوغو. والإكسبرسيون اللي استعملنا هنايا ديال لا كونسيسيون هي ميم سي، انا نديرها اون غون سطر عليها بحال هكا، ميم سي نا با ريوسي. ولا لاحظتوا هنايا نا با ريوسي هذا لو فيرب ريوسير في لو باسي كومبوزي، ولو باسي كومبوزي كاين في لو مود انديكاتيف. فوالا نمشيو لو دوزيام اكزومبل، ولا لو دوزيام لا دوزيام فراز. جو فو ايدي لي بوفر جو ني با لي مويان، يعني باغي نساعد الفقراء جو ني با لي مويان، ما عنديش الامكانيات. دونك اش غادي نقول مثلا جو فو ايدي لي بوفر، مثلا هيا لي بوفر ندير واحد فيرغول، مي جو ني با، هيا جو ني با لي مويان، لي مويان. فوالا ولا خاصها تعطينا بحال هكا، ميم سي لا باردون جو فو ايدي لي بوفر مي جو ني با لي مويان. نستر على ندير اون كرا. نمشيو لا ديغنيغ فراز، نو نو سافون با شونتي نو زيمون لا ميوزيك. مثلا هنايا غادي نديرو واحد اكسبريسيون فهادوك ديال لي سيت تبع قلنا انديكاتيف لي هي بيان كو. فوالا غادي نديرو بيان كو نو 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 ساشيون. لا لاحظتو هنايا بالنسبة لو فيرب نو نو سافون، يعني لو فيرب سافوار هذا في البريزون دو لانديكاتيف، يا بينا نديرو في البريزون دو سوبجونكتيف تنقولو نو ساشيون. فوالا تنقولو كيما قلت لكم تنقولو نو ساشيون، يعني هنا لو بريزون دو سوبجونكتيف. و تنكملو لا فراز ديالنا، دونك بيان كو نو نو ساشيون با شونتي، يعني بالرغم من اننا ما تنعرفوش نغنيو، نو زيمون، هيا نو زيمون لا ميوزيك، لا مي لا ميوزيك. فوالا ولا فراز ديالي هي بحال هكا. دونك غادي نبين لكم هنا ليكسبرسيون، هيا بيان كو نسطر عليها، وقلنا هنايا هذا سوبجونكتيف، انا نديرو بحال هكا باش عقلو على لو فيرب دائما تيكون في سوبجونكتيف الى عندنا ليكسبرسيون دو كونسيسيون اللي هي بيان كو. فوالا دونك هادشي اللي كاين بوغ هاد لي دو زاكتيفيتي ولي دو كور ديال لي زيكسبرسيون دو كومباريزون ولي زيكسبرسيون دو كونسيسيون. في لي فيديو اللي جايين، يعني الفيديو ان شاء الله ديال غدا، غادي نعاودو نديرو دو زوطخ زاكتيفيتي ديال فوالا ديال اكسبريمي اون كونديسيون، اكسبريمي دي زيبوتيز، وباقي نخرج ان شاء الله اكسبريمي فوالا لا كونسيكونس اتسيتيرا. يعني غادي نديرو ان شاء الله مراجعة شاملة للدروس قبل ما تدوزو الامتحان، وبالتوفيق للجميع، وشكرا على الانتباه.